اللعب بالنار. صبرنا على بيونغ يانغ اقترب من النفاذ. ضبط النفس له حدود. ممثلو الدول في الأمم المتحدة تراوحت كلماتهم بين التهديد والوعيد وبين الدعوة لعدم التصعيد في شبه الجزيرة الكورية. الجارة اليابان التي تحوي أراضيها قاعدة غوام الأمريكية حذرت من أن سياسة بيونغ يانغ ستكون لها عواقب وخيمة. يجب على مجلس الأمن أن يعمل على وقف كوريا الشمالية من الاستمرار في هذا الطريق. يجب أن نوضح للكوريين الشماليين أن استمرار السياسة الحالية سيؤدي إلى عواقب وخيمة، ويجب أن نضع أقصى ضغوط على كوريا الشمالية لتغيير سياستها. الصين اعترفت بخطورة الموقف في شبه الجزيرة وشددت على الحل السلمي مع بيونغ يانغ. الوضع في شبه الجزيرة يتدهور باستمرار بينما نتكلم ويندرج في حلقة مفرغة، ويجب حل قضية شبه الجزيرة سلميا، ولن تسمح الصين أبدا بالفوضى والحرب في شبه الجزيرة. أما كوريا الجنوبية اعتبرت تجربة بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة تهديدا للسلم العالمي، وطالبت باعتماد قرار جديد يتضمن إجراءات أكثر صرامة تجاه جارتها الشمالية. التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا تمثل تحديا هائلا يهدد السلم والأمن ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية أو في شمال شرق آسيا، بل في العالم بأسره. موقف سول أيدته حليفتها واشنطن، وهذه الأخيرة اعتبرت التفاوض مع بيونغ يانغ مضيعة للوقت، وأن صبر الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية بدأ ينفذ. من جهته أوضح مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة أن قوة القنبلة التي جربتها كوريا الشمالية تعادل نحو 5 أضعاف قنبلة هيروشيما، معتبرا أن التطورات الأخيرة تتطلب ردا شاملا لكسر سلسلة الاستفزازات من كوريا الشمالية. موقف تطابق مع محور الولايات المتحدة الداعي وغير المستبعد لاتخاذ إجراء عسكري ضد بيونغ يانغ، بخلاف محور روسيا والصين الداعي للحوار مع تجديدهما بعدم السماح بالتصعيد العسكري في شبه الجزيرة الكورية، والذي إن حدث ستطال تداعياته العالم أجمع بسبب سلاح الردع النووي الذي تملكه دول وحلفاء أطراف الصراع، والتي ستتدخل مكرهة للحفاظ على مصالحها، هذا إن بقيت البشرية على وجه الأرض في حال اندلاع حرب نووية.